نظم اتحاد المسرحيين الموريتانيين أمسية في نواكشوط تحت عنوان البسترح أداة قوية لترسيخ قيم المواطنة ونبذ خطاب الكراهية. وقال رئيس الاتحاد بابو الميني إن المسرح يعتبر وحده القادر على ترسيخ قيم المواطنة والحرية والعدالة. هذه المبادرة من اتحاد المسرحيين الموريتانيين، ها هم هذا المساء ليقولوا لا للكراهية، لا للعنصرية، لا للإلغاء، لا للإقصاء، نعم للوحدة الوطنية، نعم للإخاء، نعم للمحبة في هذا الوطن. أيها السادة، لا شك أنكم تعرفون أن المسرح أستاذ الشعوب، وأن المسرح هو وحده القادر على ترسيخ قيم المواطنة وقيم الحرية والعدالة، لأنه وحده القادر على أن يشعل الضوء في كل المناطق المظلمة داخل المجتمع، داخل عقول المجتمع، وهو القادر وحده على أن يخلق من الفرد كائناً اجتماعياً وكائناً وطنياً يحب الخير للجميع. ومعنا في الاستديو مريم الشيباني، مخرجة مسرحية، أهلاً وسهلاً. بداية، برأيك أي دور للمسرح يمكن أن يساهم في ترسيخ قيم المواطنة ونبذ خطاب الكراهية؟ طبعا المسرح معروف على أنه هو أداة من أدوات التوصيل الاجتماعي، والمسرح هو أداة تثقيف الناس وتغيير عقلياتهم. وإحنا بدورنا كاتحاد مسرحيين موريتانيين ضمن مبادرة السيد الرئيس محمد عبد العزيز وماشيين وراه فيها، ودورنا الوحيد أن نلعبوا على أنه نعرف على موريتانيا كاملين، وعلى أخوت كاملين، وعلى مدة واحدة، ولا للتفرقة ولا للكراهية، ما عندنا فيه أي شيء سوى شنو. طيب، كيف يمكن تفعيل المسرح كفن تعبيري من أجل القضاء على خطاب الكراهية؟ طبعا على المسرح هو أداة من أدوات التطهير، ونحن نقدمهم تطهير القلوب عن طريق حملات تحسيسية، وعن طريق عروض مسرحية داخل وخارج، وعن طريق مهرجاناتنا في المسرح المدرسي اللي نبدو من الصفر، عن طريق المدارس، وعن طريق أجيال القدر اللي ننمو فيهم روح المواطنة، وننمو فيهم روح الصدق، وننمو فيهم روح الأخوة والمؤاخاة. هذا بالنسبة للمستقبل، لكن ما هي إسهامات المسرح في هذا المجال بصدد نبذ خطاب الكراهية والتطرف وتوطيد اللحمة الوطنية والمواطنة؟ عن طريق نشر أيام تحسيسية داخل الأحياء، عن طريقنا نحن نمشوا كمجموعات وندخلوا الناس ونتكلموا معاهم حول على الموريتانيين، على المفروض أنهم يعودوا لحمة واحدة. هذا هو دورنا نحن كمسرحيين، نشر الوعي وتغيير من عقليات الناس. نشر الوعي من خلال زيارة البيوت أو من خلال ما تقدمونه؟ لا، من خلال ما نقدمه، اللي يقدموه نقدموه في البيوت ونقدموه في الشوارع. المسرح ما مفروض على نعود على خشبة مسرح، دي المسرح في البيوت، والمسرح في الشوارع، والمسرح في كل بلد، لأن كل بلد الإنسان المسرحي يقدر يعدروا خشبة مسرح بالنسبة له، وهذا هو دورنا نحن. إذن غياب المسارح والمنصات التي ربما تمكن الفنانين من توجيه رسالتهم بالشكل الأمثل، هل أثر عليكم في توصيل مساعيكم بهذا الصدد؟ طبعا أثر علينا، لأن ما عندنا إمكانيات ولا عندنا قاعات ولا عندنا أماكن نجبروا نحن فيها ارتياحاتنا، وفي نفس الوقت هم اللي جهود نحن الداخلية علينا ذا المسار اللي احنا ماشيين فيه مقتنعين به، وعلينا مستعملينه كأداة حقيقية ماشيين بها نقطة ورا نقطة، توصلنا قدينا علينا نعدلوا المسرح في كل بلد. طيب، إلى أي حد يمكن الحديث عن المسرح الموريتاني وأنه بات له جمهور ويستطيع توجيهه؟ كافيك من الحدود نقدر نقول لك على المسرح حالا نشارك في أكبر المحافل العربية وأكبر المهرجانات العالمية. هذا بالنسبة لكم كدليل كافي رغم وجود الإكراهات والتحديات الموجودة لديكم أنتم كمسرحيين، مما يعرقل وصول الرسالة بالشكل فعلا في ضغوطات وفي قلة إمكانيات تعرقل وصولنا، يقر كدليل كافي على اللي قلت لك على أن حالا نحن من البلدان الموجودة داخل المحافل العربية اللي باتت لها كلام السنة. رغم عدم وجود مسارح، رغم عدم وجود مسارح فينا، وعدم ورغم وجود غياب مدارس الآليات، ورغم غياب الآليات، ورغم عدم وجود ياسر من الدعم، إلى أن قدينا نوصله، قدينا نوصله بإيماننا بالمسرح، وقدينا نوصله بجهودنا نحن. طيب، إلى أي حد
تراعي الجهات المعنية تقبل مطالبكم من بناء مسارح وتوفير آليات من أجل توصيل رسالتكم؟ ما قد نقول لك ياسر، في ذاك بين اللي قد طالبنا وطالبنا وطالبني، قال بعد حالا مطالبين السيد محمد ولعبد العزيز شخصيا، مطالبينه شخصيا شخصيا على انه يحاول على الموريتاني يعود فيها مسرح حقيقي يوفر لنا الامكانيات. موريتاني فيها جهود، موريتاني فيها طاقات، موريتاني فيها الناس اللي المسرح يجري في دمها، موريتاني فيها الناس اللي وصلت للمسرح الموريتاني لبليده، حتى الجهات المعنيه ما هي حاسه بها. يعني احنا مطالبين هو شخصيا على انه يوفر لنا الامكانيات، يا كنا نقد نوفره زاد احنا ياسر من روايات مجتمعنا. إذن مريم تشيباني مخرجة مسرحية، شكرا جزيلا لك. الله يجازيك.